اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، معكم اداره اعزام من قناه الشرطه والامن. وفي هذا الفيديو راح نتكلم عن الطريقه الصحيحه لابراز المسدس، سحبه من الجراب او من بيته على اساس ابرازه لمواجهه الخطر اللي ممكن يواجهنا، سواء كنا في العمل، في الوظيفه، في البيت، خارج الوظيفه، مدني، عسكري، اي شيء. الطريقه الصحيحه لهذا العمل شيء، اول شيء لازم نتعود، او لازم الجواب هذا ممكن انه يختلف من حسب نوعية الجراب اللي ممكن تحمله. ممكن إذا أنت بتحب تحمل النوع اللي بيجي تحت الكتف، تحت الذراع، له طريقة خاصة، ممكن يكون أخطر شوي إذا كنت مش ممارس أو مش متمرس متمكن عليه من أن يكون السحب من البيت اللي بيجي على الجنب. عادة أنا شخصيا بحب، بتفضلوا دائما بتشوفوني بحمل على اليمين، لأني أول شيء بستخدم اليمين، بحب أن يكون قريب مني على أساس أن يكون حماية للسلاح، ما يكون مفتوح لحد ثاني انه يحاول ياخذه مني. فدائما بتكون ايدي عليه، مع انه في عليه اللي هو بسموه السيفتي او سناب، الامان اللي بيكون موجود فيه، فدائما بحط ايدي تكون عليه عشان اعرف انه موجود. طيب كيفيه سحب السلاح؟ اول شيء نتاكد انه السلاح فارغ. اللي معنا اليوم سلاح 1911 قديم وفارغ، ما فيه مخزن ولا فيه رصاص. المهم نيجي على طريقة سحب السلاح. أول شيء بنتأكد إنه لما نسحب السلاح من بيته لازم تكون متدرب على نوعية الهوستر اللي موجود فيه. هذا موضوع طويل لأنه الهوسترز أو الجرابات موجودة بموديلات مختلفة جدا، في عشرات يمكن مئات الأنواع، فمش راح نقدر نغطي الموضوع. لكن بشكل عام اتعود على الجراب اللي موجود معك، اعرف كيف تسحب السلاح. بعدين اللي بيجي منه، اللي بيجي بعد هذا الشيء، اللي هو الشيء اللي بسموه المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، اللي هي 4 steps، أربع مراحل. الأربع مراحل هاي أولها إنه تسحب أو تفك المسدس من الجراب بغض النظر عن نوعه. فهي المرحلة الأولى بسموها اللي step one، الخطوة الأولى. طيب الخطوة الثانية اللي ممكن تطلق النار من الهيب أو الرماية من الخصر، أوكي؟ بالطريقة هذه كيف نعملها؟ الرماية ممكن تكون من بهذه الوضعية في حالات، ممكن تكون لو أنا كنت مثلا على الأرض، خصمي مثلا على فوق مثلا وبطحني على الأرض مثلا، أو وبعدين هو بيضربني بأداة ولا ب يعني لكمات أو كذا على الوجه، فممكن إني أضطر إني أكون على الأرض بهاي الوضعية وأطلق النار من هذا الشكل. أو ممكن إذا أنا أكون بتكلم مع الخصم او مثلا مع شخص، انا خلينا نقول ان هذا الكرسي هو الشخص اللي بتكلم معه، جيت عليه على اساس اني اخذ منه معلومات، فانا بسجل في ملاحظاتي على دفتر كذا. بعدين الشخص هذا قرر انه في حاله انه خاف او نرفز، سالته سؤال، ممكن انه سؤال زي ما بقولوا جاء على الوتر، ممكن انه خلاه يعصب او انه عرف اني كشفته او كذا، ممكن بده يهجم عليه. فشو اللي بعمله؟ ممكن اني اضطر اني لو هجم علي بسكينه او هجم علي بسلاح او كذا، ممكن اني استخدم السلاح بهذه الطريقه، اسحب السلاح بهذا الشكل وارمي من الخصر. لاحظوا انه السلاح الاقسام مش موجود على جسمي، لانه لو كان بهذا الشكل ورجع واطلقت النار، الاقسام راح يرجع للخلف وراح يضربني ب ب بصدري او بال ان ماي ريبز، عارفه، بالاضلاع بشكل. السبب الثاني ليش بدنا نرمي من هاي الوضعيه، انه بتستخدم جسمك كقاعده للرمايه، على اساس تكون تعرف ايدك وين، تعرف الاتجاه كيف موجه، كيف السلاح بيكون موجه في هذا الحال. بعد هذا الشيء ممكن انه تيجي على المرحله الثالثه اللي بسموها او ستيب نمبر 3 او الخطوه الثالثه، اللي ممكن ارمي فيها من هاي الجهه، من هذا الوضعيه. شايفين كيف؟ يعني صار عندنا 1 2 3 3 2 1 1 2 3. شايفين كيف؟ هل هذه وضعية للرماية؟ أكيد. ممكن أنا سحبت سلاح وبعد ما وجهته ما صوبته للأعلى للخطوة رقم 4 وصار لازم اطلق النار، لازم اواجه الخطر. فممكن انه هذا يكون وضع للرمايه، او ممكن اكون انا منبطح مثلا على ظهري، ممكن انه ارمي بهذه من هاي الوضعيه. طيب 3 2
وواحد. لاحظوا ايدي الشمال وين، او ايدي الدائمه وين بتكون موجوده، سواء اذا كان سلاحك بيجي على اليمين او على الشمال. الايد الثانيه مش لازم تنزل على الحزام او على الجراب في نفس الوقت اللي انت بتوضع السلاح فيه، لانه ممكن تتفاجئ بشيء، ممكن تضغط على الزناد، ممكن الزناد يعلق في شيء وانت ضاغط على السلاح على اساس يعني. فاللي بيصير انه ممكن تضغط على الزناد بالخطا، ممكن هذا يسبب لك جروح خطيره. فدائما بعد ما اوضع السلاح في البيت، ممكن اذا بدي احاول اسكره لاعمل اشياء ثانيه ممكن، لكن ما بوضع ايدي مع السلاح وانا بوضعه بالجراب. قاعده مهمه جدا هاي، انتبهوا لها. المهم نرجع للقاعده، 1 2 3 4، 1 2 3 4. واحد اثنين ثلاث أربعة، أربعة ثلاث اثنين واحد. نعملها من هاي الجهة، واحد اثنين. لاحظوا السلاح الأقسام لازم يكون بعيد عن جسمي، فيما لو رجع رميت ما يضربني بالضلع. هاي اثنين ثلاث وأربعة، أربعة ثلاث اثنين واحد واحد. طيب هذا هو بالنسبة لي كيفية سحب السلاح وكيفية التصويب وإبراز السلاح للخطر والوضعيات اللي ممكن ترمي فيها. الآن لازم نكون فاهمين إنه وضعية الرماية ممكن تكون من أنت واقف، ممكن تكون أنت جالس، ممكن تكون مثلا بمقعد السيارة، بمقعد الدورية، ممكن جنب السائق الدورية، مثلا تكون أنت مثلا راكب في الباص، ممكن تكون واقف، ممكن تكون مستلقي على ظهرك، ممكن تكون من تحت سيارة مثلا، ممكن في لها وضعيات، ممكن تكون من السرير. المهم إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المادة. إذا في أي أسئلة على هذا الموضوع، أي تعليقات، أو إذا ممكن اللي بحب يعني يقول لنا إنه في أشياء من هاي ممكن بيعملها أو ما بيعملها، أو إذا يعني أي توجيهات ممكن نتعلمها منكم يا ريت نسمعها. يعطيكم العافية. إبل والأسلحة عن تناول الأطفال، بشوفكم مع الفيديو الجديد التابع لهذا الموضوع. السلام عليكم.